سامانية معلش دخلي لي هدول البيانات على الكمبيوتر. ايه ماشي بس لخلص لي ايدي. اتصلت فيكي امبارح لاني مشتاق لك. بس ايدك من ورا ظهري؟ اتصالك بالليل حرجني امبارح. بس انا زميلك بالشغل وانا اتصلت لحتى اطمن على الست الوالدة. تسلم اطمن عنك بالخير ان شاء الله. اماني لو سمحتي نزلي لي هالبيانات الجديدة على المعاملة. والويل قديش لك معي من الشهر الماضي؟ 2500. فينا نعمله 10,000. والله ما بينعز عنك بس المشكلة ما معي، يعني كل شيء بجيبتي 3,000 ليرة لآخر الشهر. راجعنا بعد يومين. أهلا وسهلا. وبالبنك؟ لا مصاري البنك ما فيني اقرب عليهم لانه هدول شايلهم لوقت العوزه. حتى لو حبيبك بجوج عم بمر بظرف صعب. خير ان شاء الله. شو هو الظرف؟ يعني اذا بدك تديني مصاري لازم اشرح لك شو الظرف. تكرم ابو اللول، امي بدي اعمل لها طبقي محوري وما بدي اخدها على المشافي العامه، بتعرف دور وما دور. اكيد هذا هو السبب؟ مانك مصدقني؟ ايه مو مشكله. لا دقيقة الجهاد خلص. هلا بنزل على الصراف وبسحب لك المصاري. لا انسى حبيبي خلص ما بدي انسى. خلص قلت لك ما بدي اياه. جهاد بلغ الغضب، قلت لك عم بمزح معك خلص مسيك. ماشي عرفت والله. ان شاء الله بعفاية الست الوالدة. تسلم يا رب. جاي بلاغ من الوزارة بتكليف موظفين للمناوبة ويمكن يصير في نومة بالمديرية. يا حبيبي هذا اللي كان ناقصنا، أكيد هي المناوبات مشان الأزمة. طبعا من لما بلشت الأزمة والوزارات كلها عم تساوي هالمناوبات. طبعا هذا القرار بخص الذكور فقط وببلاش. أكيد بس يا دوب يلحقك مناوبتين بالشهر. نيالكن يا أنسات شو مرتاحين، لا عسكرية ولا مسؤولية من أي نوع. هاد رأيك فينا؟ يعني كل المسؤوليات والواجبات اللي بتعملوها ما بتطلع قد نص المسؤوليات والواجبات تبع الرجل. بجوز. أنا آسف عم بمزح، يعني أنا ما بقصد أي إساءة. بسيطة عادي. هلا خلوا القصة تنتهي عند المناوبات وكتر خير الله. ليش؟ شو في كمان؟ ادعي لربك ما يسحبوك احتياط. يا حبيبي هذا اللي ناقص. ليكي أماني تعال نبارك للا سحر وندقدس. أي والله. يلا. سي سوسان وصينا عطينا قهوة. تكرم عينك. هاي سحورة وإمتى قررتوا العرس؟ العريس وأهله كتير مستعجلين، إمتى ما جهزت أموري فورا بنتجوز؟ إيه إن شاء الله. ألف مبروك والله فرحت لك من قلبي، وإن شاء الله هيك قريبة رح تتركي الوظيفة. إيه هو بده يعني يتركها؟ كونه وضعه المادي كتير مرتاح وما عندنا بحاجة. إيه بس أنا ما رح أقبل. ايه وشو بدك فيها اذا كان العريس وضعه مرتاح كل هالقد؟ لا 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 اماني شو هالحكي؟ ما لازم تتركي الوظيفة بنوب، ضلك بشغلك مشان تكوني ملكة نفسك وما تعيش بنوب تحت رحمة حدا. وحياتك بتركها وما بتنفيها واللي بدي اياه بيصير، اصلا شايفني وما انا مصدق. ايه وشو مشان العرس؟ ما بدك تعملي عرس مطنطن بليق بمستواكم الاجتماعي الهاي هاي؟ عرس شو بهالظروف؟ حفلة صغيرة وبدالها طقم الماس. شو هالحكي؟ تاركي مو قليلة لك سحر. ليش انتي قليلة؟ إذا بدك بيطلع لك مثلي وأكتر. والله أنا إذا موشي على كيفي لا يمكن أقبل. تقصدي بهالمديرية ما حدا بيستاهل؟ ما فهمت عليكي سحر. وحياتك لهون بتوصلني الأخبار. شري هاي 10,500. الله يعوض عليك أستاذي. تفضل يلا. تم عيونك. باي. أهلا وسهلا شرفت.